يعني يقول لأبي طلع عملنا واسطة خلينا نفوت مكبس كبتكون على الحدود؟ لك 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 انت انت انت, انت شو بتتعاطى؟ ما تعاطي شيء، قلي ما تعاطي شيء. كانت بربى المصيص مثل ما كانت معامل الأدوية. طيب وإذا وصلتنا؟ ساعتها ببعث لك صيدلاني من عندي على كيف كيفك، وضل عندك لحتى يتعلموا شغيلتك كيف يمشوا المصلحة. إن شاء الله هيدي الرزق. حبيبي الله يبارك فيك. هي الدكتور معكم، رح ضل معكم لحد ما شغيلتكم فينا نشتغلوا لحالهم. وكم واحدة بيلزمنا؟ يعني حسب الكمية اللي بدكم إياها باليوم، بس وقت يشتغل المكبس واحد فيه مخ بكفي. مية وستاش، مية وستاش. فوت. صملي هون، صملي هون. أمي شبك؟ كاتبين على الفيس إنه المساجين يلي طلعوا بالعفو رح يوصلوا اليوم لتحت الجسر. أمي أنت متأكدة من الخبر؟ أي والله هيك كاتبين. افترض العالم بالعفو تطلع مو تفوت، ولا أنا فهمان العفو غلط؟ لك أنت شو بفهمك؟ هي مشان التوازن البيئي، قد ما بتفوت بتطلع ما يصير تضخم. يعني من امتى مانك شايفتي؟ بتصدقي ما بعرف ايمان، كل شيء بتذكره انه انا وعياني على هي الحياه بيقولوا لي خالك ايمن بالسجن، خالك ايمن بالسجن، يمكن صار له 30 او 40 سنه.